سينضم إلي عبر الهاتف الآن الفريق ركن عبد الوهاب الساعدي قائد جهاز مكافحة الإرهاب ليطلعنا على آخر المستجدات العسكرية على الأرض. فريق ركن عبد الوهاب الساعدي، مرحبا بك. مرحبا بكم وبمشاهدكم الكرام. أهلا بك. بداية سيادة الفريق ركن، هل أطلعتنا على مجريات المعركة التي انطلقت اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الساعة 8 صباح هذا اليوم تحرك الجهاز مكافحة الإرهاب من ترميم كوك سري، تم الدخول إلى كوك سري وتم القضاء على كل العناصر الإرهابية المتواجدة وتجرى الآن عملية تطهير، وكذلك تم معالجة الشقق السكنية اللي موجودة باتجاه شرق كوك سري. كذلك نحن بتماس مع حي الزهراء وحي الانتصار والحي المروة، وإن شاء الله نعم. إلى أين وصلت القوات التي اقتحمت مركز مدينة الموصل تحديدا من جهة جوجلي؟ يعني أنتم أهل الموصل اليوم، احنا وصلنا إلى المقبرة وإلى الشقق السكنية اللي موجودة بعد جوجلي. نعم نعم لو كانت لديكم معلومات سيادة الفريق، هل تم تحرير مبنى قناة الموصلية أيضا ومبنى قناة التلفزيون والإذاعة والتلفزيون التي يقع في تلك المناطق التي تم تحريرها من قبل قواتكم؟ محطة التلفزيون هذه أمامي اللي موجودة بعد التلة، وهي سيطرة لكنها لم ندخل تحت سيطرة القطاعات بالإذاعة. نعم، هل استطاعت قواتكم التوغل في الأحياء المجاورة لمنطقة جوج جلي كالكرامة والقدس والانتصار والسماح؟ لا، في الدخول إلى هذه الأحياء لا، لكن هناك اشتباكات تأتينا من الحافة الأمامية للكرامة والانتصار والسماح وحي الزهراء. هذه الأحياء هي اللي على امتداد جوج جلي، الشريط المؤدي الشريط الأمامي. الكثير من الإرهابيين المتواجدين. نعم، الشقق الخضراء تم تحريرها أو السيطرة عليها؟ تم السيطرة عليها، لكنه هي تعتبر الآن طاقة من الناحية العسكرية يعني. نعم. نعم، إذن كيف بدأت مقاومة داعش لتقدم القوات الأمنية وكم من الوقت استغرقتم لكسر خط الصد التابع للتنظيم؟ يعني احنا انطلقنا تقريبا على الساعة 7 صباحا، والآن عملية التفريغ تجري داخل الأحياء يعني المناطق اللي موجودة داخل كوب جري. يعني العملية استغرقت بحدود 4 ساعات إلى 5 ساعات، تم القضاء على عدد كبير من النفار من خلال نيران أرضية وكذلك الإسكاد السيطران. نعم سيادة الفريق، وأنتم الآن ضمن الحدود الإدارية لبلدية الموصل، وبعد قرابة العامين ونصف من وقوع المدينة وأهالي أسرى بيد والأهالي أسرى بيد داعش، ما هي رسالتكم للأهالي المحاصرين؟ يعني احنا حاليا حتى موجودة كثير من الأهالي طلبت منهم البقاء في بيوتهم عندما تجاوزنا المنطقة سيتم إخلاءهم إلى خارج هذه المنطقة. نعم، إذن كان معنا الفريق ركن عبد الوهاب الساعدي، أيضا كان معنا على الهواء مباشرة القائد في جهاز مكافحة الإرهاب، شكرا جزيلا لك.